طيب احرج المدرب حتى. نروح للزمالك، شفت الماتش امبارح ازاي؟ الزمالك اتعادل مع مترو اتلتيكو 2-2. المشكله ان ثالث سنه للزمالك ما يكسبش في اول ماتش في دوري المجموعات، ثالث سنه على التوالي، ودايما البدايه بتبقى مهمه جدا جدا. الزمالك قد ماتش مره وصل فاينل مع الاهلي ماشي، بس انا بقول لك عامه الفدراليه خسرها محمد. افريقيا بالذات لازم تدي رسائل للفرق اللي جايه لك او اللي انت بتلعبها في المجموعه. النهارده الوداد كسب كام؟ 3-0 على طول، ادى رساله ان انا في المجموعه جاي اخد الاول. الزمالك قد ماتش حلو قوي كويس وراح للجون كتير وضيع وكان، لكن ما ينفعش فرقه كبيره تستقبل جونين بالمنظر ده وفي ارضك وفي اول بدايه المجموعات. النهارده لو ما كانش معاك التوفيق كان الكره اوفسايد بصراحه. ايه منهم جول اوفسايد يعني، انت بتلعب بقى على عليك وعليه يعني، ما فيش فار عليك وعليه، انت ممكن كنت جبت جون برده اوفسايد وتتحسب. بس انا بتكلم ان في اخطاء دفاعيه ما تنفعش تحصل في فرق كبيره. الفرق الكبيره دي انت واقف على رجليها لاخر دقيقه، انت في اي وقت لو انت 0-0 لو انت ماسك يعني ما في كلين شيت تقدر تجيب جون في اي وقت، تقدر تجيب جونين ورا بعض يعني، كل ده وارد. لكن البدايه انا من وجهه نظري لو كان الزمالك حتى ادى وحش جدا وكسب ده المهم بالنسبه لي. لكن في الاخر الزمالك يعني ادى ماتش كويس، ضيع كره كتير جدا في العرض، وحتى سبحان الله الجونين اللي دخلوا كره تخبط في مدافع تروح مع واللي قبليه واللي هي اسهل بكتير للجون فاضي ما بتجيش تيجي في العرض، تيجي في العرض بن شرقي في العرض بالظبط. فانت برضه خليك حطيت نفسك في مأزق اللي انت لازم تروح هناك تاخد 3 بونت. هو بادئ بماجد هاني كلاعب صاعد من بدايه المباراه، شايف انه كان صح؟ انا شايف ان هو مش مقتنع بمحمود وعزيز ورؤى. محمود مش راح المقاولين ورؤى كمان ورؤى موجود. حسيت ان هو مش مقتنع بيه. البطوله برضو بطوله اللي هي كاس الرابطه، اما اللعيبه لعبت كتير اللي هي اللعيبه اللي في الصف الثاني ما اقنعتش الراجل اعتقد يعني من وجهه نظري ما اقنعتش الراجل. طلع حتى قال ان ما عندكوش ناشئين، قال بالظبط كده. لا وما اقنعوش الراجل، حتى اللعيبه الصف الثاني بتوع نادي الزمالك ما اقنعوش الراجل نفسه. فانت النهارده لما تيجي بتلاعب واحد مواليد 2003 يبقى انت اوريدي زيزو يتوظف في الحته دي. ممكن انا توقعت كده يعني، توقعت طارق مش موجود ممكن يدخل زيزو ويدخل شيكابالا واوباما ويشتغل برزاق سيسي او اي حد من يعني بن شرقي شمال مثلا ونجم يمين. يعني هو ما بداش باوباما وحط مكانه بن شرقي وحط ونجم في اليمين، حط ونجم في الشمال وبن شرقي في النص واحمد سيد زوكي واحمد سيد زوكي في اليمين عفوا ونجم في الشمال. ما كان ممكن يبدا باوباما وزيزو يرجع يرد. ما انا بقول لك انا توقعت كده انه لعبها في المنتخب وكان كويس جدا فيها، وهو اصلا عنده الجزء البدني قوي يقدر يروح ويرجع ويرد ويدافع ويهاجم ويشوط وعنده الامكانيات دي كلها. لكن في الاخر دي اختياراته في الاخر يعني، دي اختيارات الراجل. لكن الونش جنب عبد الغني كان امبارح كان الونش جنب عبد الغني كان افضل ولا جنب محمود علاء؟ انا كنت متوقع محمود علاء، كنت متوقع. بس هو الراجل طلع قال لك في المؤتمر انه ما لعبش غير نص ساعه في شهر تقريبا فمش جاهز بدنيا، فده اللي قاله الراجل بعد المؤتمر. لكن انا شايف محمود علاء اللي يلعب مع، لكن في اخطاء امبارح كتير غريبه مع ان عبد الغني برضه يعني مشروع سرد باك جامد كويس قوي وكان واقف وكان بيلعب في البطوله يعني كان شغال في البطوله كاس الرابطه كان غريب. لكن في الاخر لا حسيت ان برضه خلي بالك الزمالك بقى فتره كبيره ما بيلعبش مع بعض، ما لعبوش مع بعض ولا هم شهر برضه، ولعبت المنتخب راجعه ولسه برضه ممكن مجهدين شويه ما دخلوش في المود بتاع الماتشات برضه، ما كانش في فرق غير 3 4 ايام من. طب بص واضح ان طارق حامد عنده حدوته يعني، واضح ان في الزمالك في حدوته لطارق حامد بعيد عن الإدارة، مش مقتنع بقصة الإصابة والكلام ده ماشي، ده شأن جوه الزمالك. لكن مين يتوظف في الحتة دي غير يعني محمود علاء يقدر يلعب الحتة دي مثلا؟ هل مين ممكن صعب تجيبه يلعب في الحتة دي؟ والله يا أستاذ محمد أنا كنت بنادي من فترة كبيرة إن لازم تلاقي بديل لطارق حامد، لأن وقت من الأوقات اتصاب حصل له حاجه ما جددش ما عملش حاجه، لان هتيجي انت وده اللي حصل دلوقتي مره واحده تلاقيك هيحصل دروب كبير، هيحصل دروب كبير جدا. لان طارق عامل زي الي جان كده، يعرف يشيلك لو منطقه وسط الملعب كلها ويسيب اللعيبه تهاجم قدامه ويقدر يغطي مساحات الواسعه. فانت كامكانيات ما حدش يعرف يعملها دلوقتي في الزمالك خالص. طب مين يتوظف غير يعني اقول زيزو ممكن هو عايز يستفيد بيه في الناحيه الهجوميه، هل في سرد باك ممكن توظف في الحته دي؟ ممكن عبد الغني يلعب في الحته دي؟ ممكن محمود علاء يلعب في الحته دي ولا صعب؟ ما هو انت لازم تجرب عشان نحكم. بس خلي بالك برضو السرد باك جاريه وتحملاته في حته معينه مش زي الديفندر. انسى الديفندر ده مؤهل كبير. الديفندر ده عاوز قوه بدنيه معينه. يعني السرد باك بالعرض واحد صغيره سبرنت كل فين وفين طويل، لكن احنا بنشوف لكن الديفندرات دي لا صعب. عندي فتح بيعمل ايه وطارق بيعمل ايه؟ لا الديفندرات صعبه ده عاوز جزء بدني مختلف تماما. طلعجش بيعمل ايه؟ ما اقول لك انت ما عندكش القطر اللي هو بيقطع كور. انت ممكن تحط زيزو مع امام عاشور
بس هيلعبوا او يعملوا كل حاجه بس القوه البدنيه بتاعت القطع قطع الكوره مش عند حد غير زي طارق. طب باداء الزمالك امبارح حتى بعد التعادل يعني انما كان الزمالك هجوميا قوي جدا والحاجه كان مسيطر على المباراه لولا الاخطاء اللي حصلت مبشر انه يتاهل؟ طبعا متناول بس انت حطيت نفسك في ضغط من بدري ما كانش له داعي يعني يعني انت كنت النهارده كسبان الماتش ده تروح مستريح هناك بس الزمالك بيعملها يعني ماتش المولوديه فاكر مع باتشيكو فاكر ماتش المولوديه 0-0 الاولاني ما ده خرجنا منه عندنا في القاهره خرجنا منه احد اسباب الخروج وان سيد احنا ضيعنا 15 جول ايوه انا بقول لك منافس البدايه ما بقول لك والسنه اللي قبليها كانت مازيمبي خسرنا 0 منه لكن انا بتكلم انت البدايه دايما بتبقى مهمه انت النهارده في مجموعه النهارده الوداد بيقول لك انا جاي اول المجموعه خلاص خلصت النهارده انت حطيت ضغط على نفسك انت اللي عاوز تروح انجولا عاوز تكسب هناك لان تكسب لو رجعت بتعادل انجولا مع الفرقه الثانيه ما انا بقول لك لو رجعت بتعادل هتبقى عندك 2 بونت فهتبدا بيترو اتليتيكو الله على ما يعمل ايه مع 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 الوداد في انجولا ممكن يكسب ممكن لانه كويس بس وصلت ليه بقى منافس ثالث معاك ما بالظبط عشان انت اشكالك كنت انت كده اديته اساسا الدفعه دفعه في القاهره كمان انت بتلعب وبيلعب في القاهره فهيديله ثقه كبيره جدا طبعا كمان بيلعب في طبعا الماتشات الجايه طبعا